تأتيني الكثير من الأسئلة، ما إذا تم تحديث Application N400 وبقية الأشياء الأخرى؟ طبعا في هذا التحديث 2021 تم تغيير 100 سؤال إلى 128 سؤال فقط. Application N400، الكتابة والقراءة وكل شيء آخر بقي كما هو، لكن أنا قمت بإعادة رفع هذا الفيديو ليكون أسهل الوصول إليه. مرحبا إخواني وأخواتي، معكم أمير علي، مؤلف كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير عدي. طبعا لا أريد من هذه المقدمة أن تكون طويلة، لذلك أود التنبيه إلى شيء مهم جدا. إذا كنت تقرأ كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير عدي وتشاهد قناة الجنسية الأمريكية مع أمير عدي، واصل على المتابعة مع قناتنا وكتابنا. عند مشاهدة مصادر مختلفة سوف تقوم بتضليل وتشتيت انتباهك، ولن تقوم بحفظ الأجوبة، لأن كل قناة وكل مصدر آخر ممكن يستخدم أجوبة مختلفة عن ما نستخدمه نحن في قناتنا. دائما نحاول ونسعى إلى التقرب من الأشخاص الذين لا يتكلمون الإنجليزية بسهولة، فالقناة تركيزها على اختيار الأجوبة السهلة لتسهيل مهمة حفظ الأسئلة بالنسبة إليكم مع توفير الكلمات المفتاحية. تأتيني الكثير من الأسئلة الأخرى خارج موضوع الجنسية الأمريكية، وهو موضوع الاستثمار والأسهم والعملات الرقمية. طبعا سأترك لكم رابط أفضل برنامج للهواتف الذكية يمكنك استخدامه لشراء الأسهم وتداول العملات الرقمية. الرابط سوف يكون في الوصف لتسهيل مهمة تحميل التطبيق. عند تحميل التطبيق يمكنك شراء أسهم شركة أبل وفيسبوك وكل الأسهم المشهورة والمعروفة في السوق، وأيضا يمكنك شراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. لنبدأ هذا الفيديو. السؤال الأول: Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way؟ هل ادعيت أنك مواطن أمريكي كتابة أو بأي طريقة أخرى؟ Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way؟ هل ادعيت أنك مواطن أمريكي كتابة أو بأي طريقة أخرى؟ الجواب يكون No. No. من المحتمل أن يسأل الضابط What does claimed mean؟ ماذا يعني الادعاء؟ الجواب يكون بكل بساطة To pretend. To pretend، بأن تدعي شيء ما. To pretend. To pretend. بعدها سوف يسأل الضابط Why؟ لماذا؟ لماذا لم تدعي أنك مواطن أمريكي؟ الجواب سوف يكون I am not citizen. I am not citizen. أنا لست مواطنا. السؤال الثاني: Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? هل سبق لك وأن سجلت للتصويت في الولايات المتحدة؟ No. الجواب No. Why؟ الضابط سوف يسأل Why؟ لماذا؟ الجواب سوف يكون I am not citizen. I am not citizen. أنا لست مواطنا. السؤال الثالث: Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? هل سبق لك أن قمت بالتصويت للانتخابات في الولايات المتحدة؟ No. الجواب No. Why؟ الضابط سوف يسأل Why؟ لماذا؟ الجواب سوف يكون I am not citizen.
I am not citizen. أنا لست مواطنا. للسؤال الثاني والثالث قد يسأل الضابط What does vote mean? ماذا يعني التصويت؟ What does voted mean? ماذا يعني أن تصوت؟ الجواب يكون بكل بساطة To elect بأن تنتخب To elect بأن تنتخب السؤال الرابع يحتوي على فرعين A و B إذا كان الجواب لا فB ليس ضروريا للإجابة عنه A Do you now have or did you ever have a hereditary title or any order of nobility in any foreign country? A. Do you now have or did you ever have a hereditary title or any order of nobility in any foreign country? هل امتلكت أو كنت تمتلك وسام وراثي أو لقب نبيل في أي بلد أجنبي؟ هل لديك لقب وراثي أو لقب أمير مثلا في أي بلد أجنبي؟ الجواب سوف يكون لا No بعدها من الممكن أن يسأل الضابط ليتأكد من فهمك للسؤال What is title of nobility? أو What is an order of nobility? ما معنى عنوان النبالة؟ الجواب سوف يكون Like to be a king or prince, sir. Like to be a king or prince, sir. بمعنى أن تكون ملك أو أمير. ننتقل إلى السؤال الخامس. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? هل تم تصنيفك معاق عقليا أو مجنون أو تم إحالتك إلى مستشفى الأمراض العقلية؟ Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? هل تم تصنيفك بغير مؤهل عقليا أو مجنون أو تمت إحالتك إلى مستشفى الأمراض العقلية؟ الجواب سيكون No No سوف يتأكد الضابط من فهمك للسؤال ويقوم بسؤالك عن What is legally incompetent? What is legally incompetent? ما معنى مريض عقليا؟ الجواب سوف يكون Sick in the mind Sick in the mind مريض في العقل What is mental institution? What is mental institution? ما معنى مستشفى الأمراض العقلية؟ A hospital for people sick in the mind. A hospital for people sick in the mind. مستشفى للناس المرضى عقليا. السؤال السادس Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? هل لديك أي ضرائب فيدرالية، حكومية، محلية متأخرة؟
هل لديك أي ضرائب لم تدفع بعد؟ الجواب يكون No. لا. What does O mean? الضابط سوف يسأل What does O mean? ما معنى كلمة مديون؟ الجواب يكون كالآتي O means not paid yet. O means not paid yet. الدين معناه لم يدفع بعد. السؤال السابع يحتوي على فرعين A و B. إذا كان الجواب no لا حاجة للإجابة على B. Have you ever not filled a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? السؤال السابع A. Have you ever not filled a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? هل سبق لك وإن قمت بعدم ملء الضرائب الفيدرالية الحكومية أو المحلية منذ أن أصبحت مقيم دائم؟ هل سبق لك وإن قمت بعدم ملء الضرائب منذ أن أصبحت مقيم دائم في الولايات المتحدة؟ الجواب No. لا. سوف يسأل الضابط What is permanent resident? What is permanent resident? ما معنى مقيم دائم؟ الجواب يكون كالآتي Green card holder. A green card holder. حامل لبطاقة الجرين كارد. السؤال الثامن Have you called yourself a non-US resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Have you called yourself a non-US resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? هل ادعيت أنك مواطن غير أمريكي عند ملء الضرائب منذ أن أصبحت مقيم دائم؟ الجواب يكون No. No. لا. لكن سوف يسأل الضابط Why؟ لماذا لم تدعي أنك مواطن غير أمريكي؟ Why you called yourself non-US resident? الجواب يكون كالآتي I am green card holder. أنا حامل للبطاقة الخضراء. I am green card holder. أنا حامل للبطاقة الخضراء. السؤال التاسع يحتوي على فرعين A و B. إذا كان الجواب No لفرع A لا حاجة للإجابة على B. A. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with an organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with
an organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world. مختصر الترجمة لهذا السؤال هي: هل سبق لك وانضممت بأي منظمة؟ كانت مثلا لجمع التبرعات، نادي، أو أي منظمة أو مجموعة مشابهة لهذا الشيء في الولايات المتحدة أو في أي مكان بالعالم؟ هل سبق لك انضممت بأي منظمة لجمع التبرعات، حزب، نادي، منظمة حقوقية، أو أي جروبات مشابهة، أي مجموعات مشابهة؟ هل انضممت سابقا إلى هذه المجموعات؟ الجواب يكون غالبا No. لا. ربما يتأكد الضابط من فهمك للسؤال فيعيد سؤالك مرة أخرى عن معنى كلمة organization أو كلمة association. organization معناها منظمة. تستطيع الإجابة كالآتي: A group of people have same goal. A group of people have same goal. مجموعة من الناس لديهم هدف مشترك. مجموعة من الناس لديهم هدف مشترك. السؤال العاشر: Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with A. the Communist Party, B. any other totalitarian party, C. a terrorist organization? Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with A. the Communist Party, B. any other totalitarian party, C. a terrorist organization? ترجمة السؤال ببساطة هي: هل انضممت إلى أي مجموعات متشددة أو إرهابية؟ جميع الأجوبة تكون No. لا. من المحتمل أن يسأل الضابط Why؟ لماذا؟ لماذا لم تنتمي إلى هذه المجموعات الإرهابية أو الحزب الشيوعي؟ الجواب بكل بساطة يكون They are bad people. هم أناس سيئون. They are bad people. هم أناس سيئون. من المحتمل أن يسألك أيضا عن The Communist Party، الحزب الشيوعي. ربما يريد أن تعطيه مثال على الكوميونست بارتي، فيكون الجواب بكل بساطة China. في الصين الحزب الشيوعي موجود، فتقول The Communist Party of China. ومن المحتمل أيضا أن يسأل عن كلمة Terrorist، فيكون الجواب Like ISIS. Like ISIS يعني كمثال على الإرهاب. Terrorist معناها إرهاب. Terrorist organization منظمة إرهابية. تكون ISIS مثلا ك يعني تنظيم الدولة الإسلامية. ISIS داعش. وأيضا لا ننسى فرع B totalitarian party. totalitarian party يعني الحزب الشمولي. كمثال عندنا جماعة هتلر. جماعة هتلر الحزب النازي. فيكون جوابك إذا سأل الضابط
What is totalitarian party? يكون الجواب like Nazi regime. Like Nazi regime. النظام النازي. السؤال الحادي عشر سؤال الانقلاب. Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? كلمة advocated معناها دافع وكلمة overthrow معناها انقلاب. هل دافعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قمع أي حكومة بالقوة أو بالعنف؟ هل دافعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن قمع حكومة بواسطة القوة أو العنف؟ الجواب يكون no. لا. من الممكن أن يسأل الضابط What is overthrow؟ ما معنى الانقلاب؟ الجواب يكون بكل بساطة To remove a government. إزالة الحكومة. To remove a government. إزالة حكومة. السؤال الثاني عشر سؤال الاضطهاد. Have you ever persecuted؟ هل سبق لك أن اضطهدت؟ Either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion. Have you ever persecuted؟ هل سبق لك أن اضطهدت؟ Either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion. ترجمة السؤال: هل سبق لك أن اضطهدت بشكل مباشر أو غير مباشر أي شخص بسبب العرق، الدين، القومية، العضوية في مجموعة معينة أو في حزب سياسي معين؟ الجواب يكون no. كلا. من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة persecuted. كلمة persecuted معناها اضطهد. What does persecuted mean? سؤال الضابط. What does persecuted mean? ما معنى كلمة اضطهد؟ يكون الجواب بكل بساطة ill treatment. ill treatment سوء المعاملة. ill treatment. السؤال الثالث عشر الذي يخص الحكومة النازية جماعة هتلر. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with? ترجمة السؤال: ما بين سنة 1933 وسنة 1945 هل عملت أو شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع A
The Nazi government of Germany. الحكومة الألمانية النازية. B. Any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany. أي حكومة شاركت في احتلال أو ساعدت الحكومة النازية. C. Any German, Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilant unit, citizen unit, police unit, government agency, or office. Extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp. ترجمة فرع سي بكل بساطة هو هل عملت بالحكومة النازية كسجان أو في وحدات عسكرية أخرى؟ الجواب يكون لجميع هذه الفروع نو كلا. لكن الضابط يريد التأكد من أنك قد فهمت السؤال فيقوم بسؤالك Why؟ لماذا؟ لماذا لم تنضم لهذه المجموعات؟ فبعد قراءة الضابط للسؤال 13 بكل فروعه يكون جوابك 5 كلمات Because they are bad people. Because they are bad people. لأنهم أناس سيئون. وهنالك احتمال آخر. ربما سوف يسأل الضابط What is Nazi government? ما هي الحكومة النازية؟ أعطيني مثال. Give me an example. يكون الجواب هتلر. هتلر. هتلر هو مثال للحكومة النازية. السؤال 14. Were you ever involved in any way with any of the following? هل كنت سابقا منضم أو مشارك بأي طريقة مع ما يلي؟ Were you ever involved in any way with any of the following? هل كنت سابقا منضم أو مشارك بأي طريقة مع ما يلي؟ A. Genocide. إبادة جماعية. A. Genocide. إبادة جماعية. B. Torture. تعذيب. B. Torture. تعذيب. C. Killing or trying to kill someone. قتل أو محاولة قتل شخص ما. Killing or trying to kill someone. قتل أو محاولة قتل شخص ما. D. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. إيذاء أو محاولة إيذاء شخص ما عن قصد. Badly hurting. إيذاء شخص بشكل كبير. Or trying to hurt. أو محاولة إيذاء. A person on purpose. شخص على قصد. E. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. اغتصاب
أو محاولة اغتصاب شخص ما لغرض أو علاقة جنسية. F. Not letting someone practice his or her religion. Not letting someone practice his or her religion. عدم السماح لشخص ما بممارسة دينهم الخاص. Not letting someone, عدم السماح لشخص, practice his or her religion, ممارسة دينهم الخاص. وبالتأكيد الإجابة تكون على السؤال الرابع عشر No لكل الفروع. أما إذا سأل الضابط عن معاني أي من هذه الكلمات في السؤال الرابع عشر يكون الجواب Bad act to hurt people. Bad act, عمل سيء, to hurt people, لإيذاء الناس. Bad act to hurt people. السؤال الخامس عشر Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in any of the following groups? مختصر السؤال هل شاركت في أي من المجموعات أو المجاميع التالية؟ Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise participate in any of the following groups? جميع الفروع هي عبارة عن وحدات عسكرية وميليشيا وما شابه. A. Military unit. B. Paramilitary unit. C. Police unit. D. Self-defense unit. E. Vigilante unit. F. Rebel group. G. Guerrilla group. H. Militia. I. Insurgent organization. ترجمة جميع الفروع. A. Military unit. وحدة عسكرية. B. Paramilitary unit. مجموعة من الناس يتصرفون وكأنهم جيش لكن هم في الحقيقة ليسوا من ضمن الجيش الرسمي. C. Police unit. وحدة شرطة. D. Self-defense unit. وحدة الدفاع عن النفس. E. Vigilante unit. وحدة اليقظة. A group of people who act like police but they are not part of the official police. مجموعة من الناس يتصرفون وكأنهم بوليس لكنهم في الحقيقة ليسوا بوليس, ليسوا شرطة. F. Rebel group. مجموعة متمردة. Rebel group. مجموعة متمردة. G. Guerrilla group. عصابات. H. Militia. مثل ما نعرف ميليشيات. ناس عندهم أسلحة خارج إطار القانون. I. Insurgent organization. منظمة متمردة. وبالتأكيد تكون الإجابة على جميع فروع سؤال 15 بكلمة No. على الأرجح لن يتم سؤالك عن معاني هذه الكلمات لأن شرح كل كلمة مكتوب بجانبها. مثال B, E, G, كل كلمة لديها تعريفها الخاص, لذلك لا أعتقد هنالك حاجة لسؤالك عن معاني هذه الكلمات. لكن إذا تم سؤالك فقط قم بالإجابة عن الأسئلة بكلمتين. Illegal group. Illegal group. مجموعة غير قانونية. ما عدا فرع A. Military unit. وحدة عسكرية. C. Police unit.
وحدة شرطة. D self-defense unit وحدة الدفاع عن النفس. أما باقي الفروع جميعها يمكن الإجابة بكلمتين: illegal group مجموعة غير قانونية. السؤال السادس عشر: were you ever a worker, volunteer or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following? Were you ever a worker? هل كنت سابقا عامل؟ Volunteer متطوع؟ Or soldier أو جندي؟ Or did you otherwise ever serve in any of the following? أو عملت في أي مما يلي؟ A prison or jail سجن أو حبس. Prison or jail. Prison or jail. سجن أو حبس. B prison camp. Prison camp معسكر السجن. Detention facility. Detention facility مكان لإجبار الناس على البقاء. Labor camp. Labor كلمة labor نفس كلمة work. Labor معناها عمل. Camp مخيم. Labor camp هو مكان لإجبار الناس على العمل. Labor camp. Labor camp مكان لإجبار الناس على العمل. E any other place where people were forced to stay أي مكان آخر يجبر الناس على البقاء. من المحتمل أن يسأل الضابط للتأكد من فهمك للسؤال. الإجابة تكون لجميع هذه الفروع هي a place for bad people. A place for bad people. مثلا يسأل الضابط what is prison or jail. الجواب يكون place for bad people. ما هو السجن أو الحبس؟ a place for bad people مكان للأناس السيئين. وبالتأكيد تكون الإجابات no لكل هذه الفروع. السؤال السابع عشر: إذا كان الجواب no فلا حاجة للإجابة على A و B. Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? هل كنت جزء من أي مجموعة؟ أو كنت سابقا قد ساعدت أي مجموعة أو أي منظمة كانت قد استخدمت السلاح ضد أي شخص أو هددت بفعل ذلك؟ Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? هل كنت جزء من أي مجموعة؟ أو كنت سابقا قد ساعدت أي مجموعة أو أي منظمة كانت قد استخدمت السلاح ضد أي شخص أو هددت بفعل ذلك؟ الإجابة بالتأكيد تكون no. No. من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة threatened. Threatened. What does threaten mean? الإجابة تكون بكل بساطة to cause a damage.
to cause a damage يعني إحداث ضرر ليتسبب في ضرر. وأيضا ممكن أن يسأل عن كلمة weapon سلاح. weapon, what does weapon mean؟ الجواب يكون a thing was made to cause damage, شيء مصنوع لإحداث ضرر. A thing was made to cause a damage. السؤال الثامن عشر. Did you ever sell, give, or provide weapons? هل قمت ببيع, إعطاء أو تزويد الأسلحة to any person لأي شخص or help another person sell, give, or provide weapons to any person أو ساعدت شخص آخر بالحصول على أسلحة عن طريق شرائها أو ممكن إعطائها أو تزويد الأسلحة للأشخاص الآخرين؟ إذا كان الجواب no فلا حاجة للإجابة على A و B. وكما تعرفون كلمة weapon معناها سلاح. إذا سأل الضابط what does weapon mean؟ ما معنى كلمة weapon؟ الجواب يكون a thing was made to cause damage, شيء مصنوع لإحداث ضرر. A thing was made to cause a damage. نعود لقراءة السؤال الثامن عشر مجددا. Did you ever sell, give, or provide weapons to any person or help another person sell, give, or provide weapons to any person? الجواب يكون no. No. السؤال التاسع عشر. Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? في هذا السؤال عادت إلينا ثلاث كلمات درسناها سابقا. military جيش. paramilitary هو نوع يحمل السلاح ويتصرف كجيش لكنه ليس جيش. or weapons training, weapon معناها أسلحة, weapons أسلحة. training, training معناها تدريب. مختصر ترجمة السؤال: هل استلمت أي نوع من تدريبات الجيش, تدريبات شبه الجيش, أو تدريبات على الأسلحة؟ الجواب غالبا يكون no. no. السؤال العشرون. Did you ever recruit, ask, enlist, sign up, conscript, require, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? مختصر ترجمة السؤال العشرون. هل سبق لك وإن قمت بتجنيد أي شخص أو شخص دون سن الخامسة عشر من العمر للخدمة العسكرية أو في مجموعة مسلحة؟ إعادة السؤال العشرون. Did you ever recruit, ask, enlist, sign up, conscript, require, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? الجواب للسؤال العشرين no. وقد يسأل الضابط عن معنى كلمتي recruit or كلمة enlist. معنى الكلمتين هو تجنيد. يمكنك الإجابة عن السؤال إذا سأل الضابط what does recruit mean, what does enlist mean. ما معنى كلمة recruit, ما معنى كلمة
enlist. الجواب يكون إجابة واحدة to join an army. To join an army. الانضمام إلى جيش. السؤال 21. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? هل سبق لك وإن استخدمت شخص دون سن 15 لفعل أي شيء قد ساعد أو دعم أناس كانوا يتقاتلون أو في القتال؟ Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? الجواب للسؤال 21 بالتأكيد يكون no. لكن الضابط ممكن أن يسأل عن كلمة combat اللي هي معناها قتال. ما معنى كلمة combat؟ What does combat mean؟ ماذا تعني كلمة combat؟ الجواب يكون كالآتي: Combat means fighting between armed forces. معنى كلمة combat fighting between armed forces، قتال بين القوات المسلحة. السؤال 22. Have you ever committed, assisted in committing, or attempt to commit a crime or offense for which you were not arrested? هل سبق لك ارتكاب أو مساعدة في ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة لم تعتقل عليها؟ Have you ever committed, assisted in committing, or attempt to commit a crime or offense for which you were not arrested? هناك احتمال كبير أن يسأل الضابط عن كلمة crime وكلمة offense. الاثنان معناهما جريمة، فمن الممكن أن يسأل الضابط بهذه الطريقة: What does crime mean? What does offense mean? ماذا تعني الجريمة؟ الجواب يكون كالآتي: Like, kill, or steal. Like, kill, or steal. يعني كالسرقة أو القتل. السؤال 23. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason? Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason? هل سبق أن تم اعتقالك، امتثالك أمام القضاء، أو احتجازك بواسطة أي من ضباط تطبيق القانون، بما في ذلك أي مسؤول هجرة أو أي من القوات المسلحة الأمريكية لأي سبب؟ الجواب لهذا السؤال في الغالب نو، لكن إذا كان الجواب يس، عليك أن تحضر وثائق خاصة بما حدث في ورقة أخرى وتضمنها
في الابليكيشن عند حضورك للمقابلة. لكن من المحتمل أن يسأل الضابط أيضا عن معنى كلمة arrested اعتقل, cited امتثل أمام المحكمة, detained احتجز. من الممكن أن يسأل الضابط What does cited mean? What does arrested mean? What does detained mean? الجواب يكون جواب واحد فقط لكل هذه الكلمات, وهو Seize someone by legal authority. Seize someone by legal authority. بما معناه الاستيلاء على شخص ما من قبل سلطة قانونية. السؤال الرابع والعشرون هو تقريبا نفس السؤال الثاني والعشرون. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? هل سبق وإن تم اتهامك بارتكاب جريمة أو محاولة ارتكابها أو المساعدة في ارتكاب جريمة؟ الجواب بالتأكيد يكون No. هنا من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة charged متهم أو اتهم charged. الجواب يكون كلمة واحدة فقط accused. accused charged معناها accused اتهم. أو من الممكن أن يسأل عن كلمة crime or offense. كلمة crime معناها جريمة, وكلمة offense أيضا معناها جنوح أو جريمة. فعندما يسأل الضابط عن معانيهما يكون الجواب like kill or steal. like kill or steal. السؤال الخامس والعشرون Have you ever been convicted of a crime or offense? Have you ever been convicted of a crime or offense? هل تم إدانتك بارتكاب جريمة أو جنوح؟ هل تم إدانتك؟ Have you ever been convicted of a crime or offense? بجريمة أو جنوح. ومن الممكن أن يسأل الضابط عن كلمة convicted. convicted يعني مدان. ما معنى كلمة مدان؟ What does convicted mean? ما معنى كلمة مدان؟ الجواب يكون بكل بساطة declared guilty. declared أعلن, guilty مذنبا. declared guilty أعلن مذنبا. السؤال السادس والعشرين Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. ترجمت هذا السؤال بكل بساطة إنه هل تم تأجيل محاكمتك أو تم إعادة تأهيلك؟ Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. إذا تم سؤالك عن معاني أي من هذه الكلمات ما عدا كلمة rehabilitative معناها إعادة تأهيل, فالجواب على بقية المعاني يكون بهذه الكلمات postpone a trial. postpone a trial
وهو تأجيل محاكمة أو تأجيل حكم. Post, pawn, a trial. وإذا تم سؤالك عن معنى كلمة rehabilitative أو rehabilitation معناها إعادة التأهيل، يكون الجواب كالآتي: Restoring someone to normal life. Restoring someone to normal life. إعادة شخص ما إلى حياته الطبيعية. السؤال 27 فيه فرعين A و B. إذا كان الجواب B no فلا حاجة للإجابة على فرع B. A. Have you ever received a suspended sentence? Been placed on probation or been paroled? Have you ever received a suspended sentence? Been placed on probation or been paroled? هل سبق لك وإن تلقيت حكما مع وقف التنفيذ أو حكم مؤجل أو أطلق سراحك بالإفراج المشروط؟ Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? الإجابة بالتأكيد تكون no. وإذا تم السؤال عن معاني أي من هذه الكلمات، يكون الجواب the release of an offender. The release of an offender. الإفراج عن الجاني. The release of an offender. الإفراج عن الجاني. The release of an offender. السؤال 28 يحتوي على فرعين A و B. إذا كان الجواب no على فرع A فلا حاجة للإجابة على فرع B. A. Have you ever been in jail or prison? Have you ever been in jail or prison? هل كنت سابقا في الحجز أو السجن؟ هل كنت سابقا في الحبس أو السجن؟ Have you ever been in jail or prison? قد يسأل الضابط عن كلمة jail or prison. What does jail mean? What does prison mean? ماذا يعني الحبس أو السجن؟ كما أجبنا سابقا يكون الجواب A place for bad people. A place for bad people. مكان للأناس السيئين. ملاحظة بسيطة قبل الانتقال إلى السؤال رقم 30. قمنا بعبور سؤال رقم 29 لأنه فقط إذا أجبت بنعم على الأسئلة من 23 إلى حد 28 يجب كتابة المعلومات مفصلة في سؤال 29 فقط في حالة الإجابة ب yes. السؤال رقم 30 Have you ever هل سبق لك A been a habitual drunkard been a habitual drunkard هل كنت شخص مدمن على الكحوليات أو المشروبات المسكرة أو شخص يشرب المسكرات بكثرة؟ من الممكن أن يسأل الضابط عن فرع A What does habitual drunkard mean? What does habitual drunkard mean? ماذا يعني أن تشرب الخمر بكثرة أو تكون مدمن على المسكرات؟ الجواب يكون alcoholic. 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 مدمن على الكحول. B. Have you ever
Being a prostitute. هل سبق لك أن مارست الدعارة؟ Or procured anyone for prostitution. أو اشتريت أي شخص لفعل الدعارة. B. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? من الممكن أن يسأل الضابط عن كلمة prostitute أو كلمة prostitution. What does prostitute mean? What does prostitution mean? ماذا تعني الدعارة؟ الجواب يكون بكل بساطة sex for money. Sex for money. الجنس من أجل المال. C. سؤال عن المخدرات. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? هل سبق لك بيع أو تهريب مواد منظمة قانونيا أو مخدرات غير مشروعة أو أي نوع من المخدرات؟ C. سؤال عن المخدرات. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? إذا تم السؤال عن أي من معاني هذه الكلمات، تكون الإجابة فقط بهذه الكلمات. A drug to change the mood. A drug to change the mood. مواد مخدرة لتغيير المزاج. ننتقل إلى فرع D. Have you ever been married to more than one person at the same time? هل كنت متزوجا لأكثر من شخص في نفس الوقت؟ Have you ever been married to more than one person at the same time? هل كنت متزوج أكثر من شخص في نفس الوقت؟ الجواب بالتأكيد لهذا السؤال والأسئلة قبله No. كلا. إذا كنت متزوجا لأكثر من شخص فالجواب يكون Yes. وأيضا قد يسأل الضابط عن كلمة married للتأكد من فهمك للسؤال. What does married mean? ماذا تعني كلمة متزوج؟ الجواب بكل بساطة يكون to have a partner. To have a partner. To have a partner. بأن يكون لديك شريك. ننتقل إلى فرع E. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? هل تزوجت شخص من أجل أن تحصد على فوائد الهجرة؟ Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? هل تزوجت شخص من أجل أن تحصل على الهجرة أو أي من فوائد الهجرة؟ من الممكن أن يسأل الضابط What does immigration mean? ماذا تعني الهجرة؟ What does immigration mean? ماذا تعني الهجرة؟ Immigration. ماذا تعني الهجرة؟ الجواب يكون بكل بساطة To become a citizen of another country. بأن تصبح مواطنا في دولة أخرى. To become a citizen of another country. To become a citizen of another country. To become a citizen of another country. بأن تصبح مواطنا في دولة أخرى. لننتقل الآن إلى فرع F.
Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Have you ever helped anyone to enter? ساعدت أي شخص للدخول or try to enter أو محاولة دخول the United States illegally الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. هل سبق لك وأن ساعدت شخص لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني؟ Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally؟ الجواب بالتأكيد يكون no. ومن الممكن أن يسأل الضابط عن كلمة illegally. Illegally يعني بشكل غير قانوني. الجواب يكون بكل بساطة بكلمة واحدة unlawful. 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 غير قانوني. Unlawful. لننتقل إلى فرع جي. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Have you ever gambled? هل سبق لك وإن قامرت illegally بشكل غير قانوني or received income from illegal gambling أو استلمت دخل عن طريق المقامرة غير القانونية؟ Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? الجواب كذلك يكون no. No. لكن من الممكن أن يسأل الضابط ليتأكد من فهمك للسؤال What does gamble mean? What does gambling mean? ماذا تعني المقامرة؟ الجواب يكون Play games of chance for money. Play games of chance for money. لعب ألعاب الحظ من أجل المال. Play games of chance for money. ننتقل إلى فرع H. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? هل سبق لك وإن فشلت في دعم المعتمدين عليك أو أن تدفع النفقة؟ Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? الجواب بالتأكيد يكون no. لكن من الممكن أن يسأل الضابط عن كلمة dependence وكلمة alimony. Dependence هم الأشخاص الذين يعتمدون عليك وكلمة alimony معناها النفقة. What does dependent mean? What does dependent mean? ماذا يعني المعتمد أو المعال؟ الجواب يكون A person شخص who relies يعتمد on another على شخص آخر. A person who relies on another شخص يعتمد على شخص آخر. A person who relies on another. What does alimony mean? What does alimony mean? ماذا تعني النفقة؟ A payment to spouse after divorce. A payment to a spouse after divorce. هي دفع من المال للشريك بعد الطلاق. A payment to a spouse after divorce. ننتقل إلى الفرع الأخير وهو فرع I. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? هل قمت بعمل أي تحريف للحصول على منفعة عامة في الولايات المتحدة؟ Have you ever made any misrepresentation
representation to obtain any public benefit in the United States. من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة misrepresentation. Misrepresentation معناها تحريف. الجواب يكون بكل بساطة to change the facts. To change the facts. تزييف الحقائق. ننتقل إلى السؤال 31. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? هل سبق وإن أعطيت أي مسؤول بالحكومة الأمريكية معلومات أو وثائق كانت خاطئة أو مضللة أو أي معلومات احتيالية؟ Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? في حال سأل الضابط عن أي من هذه الكلمات يكون الجواب wrong info to gain benefits. معلومات خاطئة للحصول على فوائد. Wrong info to gain benefits. السؤال رقم 32. Have you ever lied to any US government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Have you ever lied to any US government officials? هل كذبت على أي شخص في الحكومة الأمريكية to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? هل سبق لك وإن كذبت على أي من مسؤولي الولايات المتحدة للدخول إلى الولايات المتحدة أو للحصول على فوائد الهجرة في داخل الولايات المتحدة؟ Have you ever lied to any US government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? الجواب هنا يكون no. ولكن من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة lied. Lied كذبة. كذب. Lie. What does lie mean? What does lied mean? ماذا يعني الكذب؟ الكذب يمكن الإجابة عنه بهذه الكلمات. To not say the truth. To not say the truth. بأن لا تقول الحقيقة. السؤال رقم 33. Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no. كلا. ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات. What does removed mean? What does excluded mean? What does deported mean? بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما، فيكون الجواب كالآتي: expel
a foreigner from a country. Expel a foreigner, طرد أجنبي, from a country, من بلد ما. ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون. Have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States? هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ Have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States? الجواب بالتأكيد يكون no. وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported, نجيب كما أجبنا في السؤال السابق. Expel a foreigner from a country. Expel a foreigner, طرد أجنبي, from a country, من بلد ما. ننتقل إلى السؤال الخامس والثلاثون. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? هل تم وضعك في إجراء الاستبعاد أو الترحيل؟ Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? الجواب بالتأكيد يكون no. ترجمة معاني هذه الكلمات هي نفس ترجمة السؤالين السابقين. كلمة excluded هي نفس كلمة exclusion، وكلمة deported هي نفس كلمة deportation. فالجواب يكون بكل بساطة حينما يسأل الضابط What does exclusion mean? What does deportation mean? Expel a foreigner from a country. Expel a foreigner, طرد أجنبي, from a country, من بلد ما. ننتقل إلى السؤال 36. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings including administratively closed proceedings currently pending against you? هل توجد إجراءات ترحيل أو استبعاد أو نفي ضدك موجودة حاليا مغلقة أو معلقة؟ Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings including administratively closed proceedings currently pending against you? الجواب بالتأكيد يكون no. وإذا تم السؤال عن هذه الكلمات فالإجابة تكون كما أجبنا في الأسئلة السابقة، نفس المعاني. السؤال 37. Have you ever served in the US Armed Forces? Have you ever, هل سبق لك وإن served in the US Armed Forces، وإن خدمت في القوات المسلحة؟ الجواب بالتأكيد يكون no. لم يسبق لك أن خدمت في القوات المسلحة، لكن من الممكن أن يسأل الضابط What does armed forces mean? What does armed forces mean? ماذا تعني القوات المسلحة؟ تستطيع الإجابة بكلمة واحدة Like military، كالجيش. Like military، كالجيش. السؤال 38. إذا كانت الإجابة no على فرع A فلا حاجة للإجابة على B و C. A. Are you currently a member of the US Armed Forces? Are you currently a member of the US Armed Forces? هل أنت حالياً عضو في القوات المسلحة الأمريكية؟ الجواب no. No. وإذا تم السؤال عن كلمة Armed Forces
الجواب يكون كما أجبنا في السؤال السابق like military كالجيش. السؤال 39 هو يتعلق بالجيش الأمريكي أيضا. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable charge while in the U.S. Armed Forces? هل سبق لك وإن خضعت للمحاكمة العسكرية أو انفصلت إداريا أو تأديبيا أو تلقيت تصريفا غير مشرف أثناء وجودك في القوات المسلحة الأمريكية؟ الجواب بالتأكيد يكون no، لكن دعنا نعيد قراءة السؤال بالإنجليزية. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable charge while in the U.S. Armed Forces? ربما يتم سؤالك عن كلمة court-martialed. Court-martialed يعني محاكمة عسكرية. What does court-martialed mean? ماذا تعني كلمة محاكمة عسكرية؟ الجواب يكون military court. Military court يعني محكمة عسكرية. السؤال رقم 40 Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? هل سبق وإن تم إخراجك من التدريب أو الخدمة العسكرية لأنك كنت أجنبياً؟ Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? من المحتمل أن تسأل عن كلمة discharged. Discharged انفصل أو أخرج معنى كلمة discharge. What does discharged mean? What does discharged mean? الجواب يكون بكل بساطة tell someone to leave. Tell someone to leave أن تخبر شخصا عليه المغادرة. Tell someone to leave. السؤال 41 Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US Armed Forces? هل سبق لك وإن غادرت الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب التجنيد في القوات المسلحة الأمريكية؟ Have you ever left the United States, غادرت الولايات المتحدة, to avoid being drafted, لتجنب التجنيد, in the US Armed Forces, في القوات المسلحة الأمريكية؟ هنالك احتمال أن يسألك الضابط عن كلمة drafted. Drafted. كلمة drafted معناها تجنيد. ويمكنك الإجابة بكل بساطة بهذه الكلمات To be a soldier بأن تكون جنديا بأن يتم تجنيدك To be a soldier. السؤال رقم 42 Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces? كلمة exemption معناها إعفاء. هل قدمت أي طلب للإعفاء من الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأمريكية؟ Have you ever applied
for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces. الجواب هنا يكون no. ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة exemption. What does exemption mean? What does exemption mean? ماذا يعني الإعفاء من الخدمة العسكرية؟ الجواب يكون being free from an obligation. Being free from an obligation. Obligation. التحرر من مسؤولية معينة. Being free from an obligation. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث والأربعون. Have you ever deserted from the US Armed Forces? هل سبق لك وإن هربت من القوات المسلحة الأمريكية؟ Have you ever deserted from the US Armed Forces? الجواب بالتأكيد يكون No. What does deserted mean? يسأل الضابط ما معنى كلمة deserted؟ هرب هربت. What does deserted mean? ماذا يعني الهرب؟ تكون الإجابة كما يلي: To run away from something. To run away from something. بأن تهرب من شيء ما. ننتقل إلى السؤال رقم 44. A. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? هذا السؤال للرجال فقط. إذا كنت امرأة من تتابعين هذا الفيديو فالجواب يكون no. ولا حاجة للإجابة على الفرعين B و C. أما إذا كنت رجل فهذا السؤال موجه لك. ترجمة السؤال بكل بساطة هو: هل أنت رجل قد عشت في الولايات المتحدة بين أعياد ميلادك 18 والسادس والعشرون؟ إذا كنت كذلك فالإجابة تكون yes بالنسبة للرجال فقط. B. إذا أجبت بنعم يجب عليك ملء الخانتين التاليتين، وهي الخدمة الانتقائية، تاريخ توقيعك على الخدمة الانتقائية وهي الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، تضع تاريخ التسجيل متى قمت بتسجيل الخدمة الانتقائية الخدمة العسكرية، ورقم الخدمة الانتقائية وهي Selective Service. هذه الخدمة فقط إذا كنت موقع عليها بين أعياد ميلادك 18 والسادس والعشرون، فما بعد السادس والعشرون فلا حاجة لتوقيع هذا، لأن الخدمة الانتقائية فقط للأعمار بين هذه الأعمار فقط. أما فرع سي فهي إذا أجبت بنعم على السؤال رقم 44 يجب عليك الإجابة على هذا الفرع. فعليك أولا إذا كنت لا تزال تحت سن 26 فعليك إكمال Selective Service، يجب عليك إكمال معلومات الخدمة الانتقائية The Selective Service Information وإرفاقها مع الملف. أما الخيار الثاني فإذا كنت بين الأعمار 26 إلى 31 سنة من العمر، أو كنت 29 من العمر وقد قمت بملء استمارة INA Section 319A وهو قانون العنف الأسري، لكنك لم تسجل بعد في الخدمة الانتقائية، فعليك أن ترفق رسالة توضح سبب عدم التسجيل أو توفر معلومات عن الحالة المرسلة إليك من الخدمة الانتقائية مع هذا الملف. من المحتمل أن يسأل الضابط عن كلمة Selective Service. What does Selective Service mean? ماذا تعني الخدمة الانتقائية؟ الجواب يكون كالآتي: Service in the Armed Forces under conscription. Service in the Armed Forces under conscription.
Subscription خدمة انتقائية في القوات المسلحة الأمريكية تحت التجنيد الإلزامي. ننتقل إلى السؤال 45. من سؤال 45 إلى حد سؤال 50 يجب أن تكون جميع الأجوبة yes. إذا كان الجواب no فعلينا إرفاق ورقة مطبوعة توضح سبب الإجابة بكلمة no على هذه الأسئلة. السؤال 45. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Do you support the Constitution? هل تدعم الدستور and form of government of the United States والحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب yes. What does constitution mean? ماذا يعني الدستور؟ يسأل الضابط ماذا يعني الدستور؟ The constitution is the supreme law of the land. الدستور هو السلطة العليا في البلاد. The constitution is the supreme law of the land. ننتقل إلى السؤال 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? الجواب بالتأكيد يكون yes. هل تفهم معنى القسم للولاء للولايات المتحدة الأمريكية؟ Do you understand the full oath of allegiance to the United States? هل تفهم معنى قسم الولاء للولايات المتحدة الأمريكية؟ Yes. What does oath of allegiance mean? ماذا يعني قسم الولاء؟ Oath of allegiance. قسم الولاء. ما معنى قسم الولاء؟ يكون الجواب كالآتي. To be loyal to the United States. أن تكون مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية. To be loyal to the United States. أن تكون مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية. قد يسأل الضابط عن معنى كلمة oath. Oath. القسم. الجواب يكون A promise to tell the truth. A promise to tell the truth. وعد بقول الحقيقة. What is an oath? ما هو القسم? What is an oath? ما هو القسم? الجواب يكون A promise to tell the truth. وعد بقول الحقيقة. السؤال 47. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? هل تريد أن تأخذ القسم الكامل بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية؟ Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Yes. الجواب يكون yes. وقد يسأل الضابط عن معنى oath of allegiance. الجواب كما في السابق to be loyal to the United States. أن تكون مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى السؤال 48. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? إذا تطلب القانون ذلك، هل أنت على استعداد لحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ If the law requires it, إذا تطلب القانون ذلك، are you willing, هل أنت على استعداد to bear arms على حمل السلاح on behalf of the United States نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب بالتأكيد يكون yes. Yes. نعم. إذا سأل الضابط عن معنى كلمة bear arms. Bear arms يعني حمل السلاح. What does
bear arms mean? What does bear arms mean? ماذا يعني حمل السلاح؟ تكون الإجابة بكل بساطة carry guns against an enemy. Carry guns حمل الأسلحة against ضد an enemy العدو حمل سلاح ضد العدو. Carry guns against an enemy. لننتقل الآن إلى السؤال 49. If the law requires it, إذا تطلب القانون ذلك, are you willing, هل أنت على استعداد, to perform non-combatant services in the US Armed Forces? إذا تطلب القانون ذلك, هل أنت على استعداد بأن تقوم بخدمات غير قتالية في القوات المسلحة الأمريكية؟ If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the US Armed Forces? الجواب يكون بالتأكيد yes. فإذا كان الجواب no, عليك أن توفر شرح يوضح سبب الإجابة بكلمة no. قد يسأل الضابط عن كلمة non-combatant. Non-combatant ما معنى الخدمات غير القتالية؟ What does non-combatant services mean؟ ماذا تعني الخدمات غير القتالية؟ الجواب يكون كالآتي: duties واجبات that does not include التي لا تشمل fighting القتال in the army في الجيش. Duties that does not include fighting in the army. الواجبات التي لا تشمل القتال في الجيش. Duties that does not include fighting in the army. السؤال الأخير وهو السؤال رقم 50 في الجزء الثاني عشر part 12. If the law requires it, إذا تطلب القانون ذلك, are you willing, هل أنت على استعداد, to perform work of national importance under civilian direction? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? إذا تطلب القانون ذلك, فهل أنت على استعداد لإداء عمل ذا أهمية وطنية تحت إشراف مدني؟ If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? قد يطلب منك الضابط أيضا مثال على عمل ذا أهمية وطنية, فيمكنك الإجابة عندما يسأل الضابط Can you give me an example of national importance work? Can you give me an example of national importance work? هل يمكنك أن تعطيني مثالا عن عمل ذا أهمية وطنية؟ الجواب يكون بكل بساطة Like helping the police to find people, كمساعدة الشرطة على إيجاد الناس. Like helping the police to find people. إذا كنت تقرأ كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي وتشاهد قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي, واصل على المتابعة مع قناتنا وكتابنا. عند مشاهدة مصادر مختلفة سوف تقوم بتظليل وتشتيت انتباهك, ولن تقوم بحفظ الأجوبة, لأن كل قناة وكل مصدر آخر ممكن يستخدم أجوبة مختلفة عن ما نستخدمه نحن في قناتنا. دائما نحاول ونسعى إلى التقرب من الأشخاص الذين لا يتكلمون الإنجليزية بسهولة, فالقناة تركيزها على اختيار الأجوبة السهلة
لتسهيل مهمة حفظ الأسئلة بالنسبة إليكم مع توفير الكلمات المفتاحية. تأتيني الكثير من الأسئلة الأخرى خارج موضوع الجنسية الأمريكية، وهو موضوع الاستثمار والأسهم والعملات الرقمية. طبعا سأترك لكم رابط أفضل برنامج للهواتف الذكية يمكنك استخدامه لشراء الأسهم وتداول العملات الرقمية. الرابط سوف يكون في الوصف لتسهيل مهمة تحميل التطبيق. عند تحميل التطبيق يمكنك شراء أسهم شركة أبل وفيسبوك وكل الأسهم المشهورة والمعروفة في السوق، وأيضا يمكنك شراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.